بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، هذا السؤال وردنا من أحد الأحبة القراء حول وساوس الشيطان وحول بعض الأفكار التي تأتيه، يعني وساوس معينة، كيف يمكن علاج مثل هذه الوساوس؟ وهي طبعا متشعبة ومتعددة، ومنها ما يصل إلى مثلا كوابيس وأحلام مزعجة وغير ذلك. الحقيقة أيها الأحبة، دائما القرآن العظيم يعطينا علاجا لكل شيء. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء هنا أيها الأحبة لا يعني أن تأتي بأحد ليقرأ عليك القرآن، هذا المفهوم خاطئ. ينبغي أن نفهم آيات الشفاء الواردة في القرآن الكريم على أنها تعني أنك إذا قرأت هذا القرآن وطبقت ما فيه يحدث الشفاء. يعني مثلا إنسان يعاني من أمراض منقولة جنسيا بسبب أنه يزني، ما سبب هذه الأمراض؟ سببها أنه لم يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى الذي قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت عندما خالفت هذا الأمر الإلهي، هذه الآية القرآنية، ركبتك الأمراض، وكذلك بقية التعاليم الواردة في القرآن. فهناك أناس تأتيهم بعض الوساوس، طيب ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء. العلاج موجود بالقرآن أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، بمعنى الوسوسة، بمعنى تأتيك أفكار، أحيانا قد تكون أفكار إلحادية، قد تكون أفكار فيها كفر، فيها شرك بالله. ما هو العلاج؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. دائما ينبغي أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا المنهج في حياته، كلما قرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في الصلاة، في العبادات، في أي تلاوة للقرآن يستعيذ بالله. عندما يدخل إلى الخلاء أو دورة المياه ليقضي حاجته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هي استعاذة بالله تعالى من الخبث، وهم الشياطين، والخبائث هي أنثى الشيطان. إذن النبي كان يطبق هذا المنهج في حياته، فنحن عندما ابتعدنا عن منهج القرآن ركبتنا هذه الهموم والمشاكل والوساوس. إذن هنا تأتيك المرحلة الثانية بعد الاستعاذة بالله. إذن الاستعاذة بالله هي العلاج رقم واحد للوساوس. إذا كان لديك وساوس معينة، دائما قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكرر ذلك. إن الذين اتقوا، إذن هنا شرط التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. أحيانا إنسان يأتيه طائف يشككه بوجود الله، يأتيه طائف يشككه بحديث نبوي مثلا، يستمع إلى شريط فيديو أو مقطع فيديو لبعض من يسمي نفسه مفكر إسلامي أو غير ذلك، يطعن في حديث صحيح في مثلا البخاري ومسلم، فيحدث لدى هذا الإنسان شك أو وسوسة معينة أو طائف من الشيطان. طب ما هو العلاج؟ مباشرة يتذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون،
ماذا يتذكرون أيها الأحبة؟ يتذكر أن الله تبارك وتعالى موجود، أن الله هو الذي يحكم الكون، أن الله هو القادر على إزالة هذه الوساوس والهموم والمشاكل. يتذكر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يتذكر أن علماءنا رحمهم الله على مدى 1400 سنة مثلا درسوا هذه الأحاديث وفسروها. يذهب ويتأمل تفاسير هذه الأحاديث لكي تزول الشبهة عنه. فأنا من غير المنطقي عندما يأتي شخص يشكك مثلا بقضية يعني مثلا عذاب القبر، يقول لك غير موجود. طيب بناء على ماذا شككت؟ لا يوجد لديه قاعدة، هو يشكك فقط. فأنا لدي آيات تقول إن الإنسان يعذب لحظة الموت، لدي أحاديث صحيحة. طيب ماذا سأستفيد إذا شككت؟ يعني ما هو البديل؟ لا يوجد عذاب قبر، طيب ما هو البديل؟ لا شيء. يعني هل الله تعالى عندما يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله تعالى الذي يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الكلام ماذا يعني أيها الأحبة؟ يعني أن الإنسان الذي يموت في سبيل الله مكرم، يرزق عند الله، ينعم. بينما الكافر، الله تبارك وتعالى يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هذه آيات واضحة. يأتي من يشككك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما هو البديل؟ لا يخبرك. طيب ما الذي سيحدث بعد الموت؟ لا شيء. طيب هل يعني عبثا عالم البرزخ؟ إذن أيها الأحبة، العلاج أن تتذكر، ترجع للعلماء، ترجع للعلماء الراسخين في العلم. القرآن العظيم أيها الأحبة، من يريد أن يفسره خطأ ويفهمه خطأ سيجد فيه حسب قناعته تناقضات وأخطاء علمية وتناقضات أيضا. يعني مثلا فإن الله يضل من يشاء، يقول لك هذا خطأ، كيف أن الله يضل من يشاء؟ هل الله خلق البشر ليضلهم؟ ولكن هنا عندما ندرس آيات القرآن نجد أن مشيئة الله ليست عشوائية، ليست كمشيئتنا نحن البشر. مشيئة الله مشيئة منظمة ولها قوانين ألزم الله بها نفسه عز وجل. فعندما يقول لك يضل من يشاء، هناك آية أخرى قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من الذي يضله؟ هو الذي ليس فيه خير، هو الذي يكفر بالله ويلحد بالله وينكر وجود الله، كيف يهديه الله هذا؟ أنت هناك إنسان يؤذيك ويشتمك ويجحدك ولا يعترف بك، طب أنت ماذا يعني كيف ستهديه هذا الشخص؟ إذن أيها الأحبة، فإن الله يضل من يشاء، أي يضل أن الصنف الذي هو أصلا غير قابل للهداية، هو ظالم لنفسه، هذا معنى الكلام. وهنا كلمة من يشاء لأن الله عز وجل هو المتحكم في الكون، وهو يعني مثلا يغفر لمن يشاء. هل الله يغفر لإنسان مجرم ملحد مات على الكفر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما تقرأ آيات القرآن تجد أن الله عز وجل وضع قوانين محددة، من يعمل سوءا يجزى به، انتهى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة لا ترى بالعين ولا بالمجهر الإلكتروني حتى، لا ترى أبدا، ذرة صغيرة جدا. يقاس العمل يوم القيامة بهذا المقياس الصغير، الذرة. تصور، فكيف تقول إن الله يضل؟ يعني يأتي إنسان صالح ومؤمن بالله يضله الله مثلا؟ هذا هو أسلوب المشككين، يأتي بآيات ليشككك، يأتي بحديث فيه شبهة بالنسبة لنا نحن اليوم، لأن الواقع أيها الأحبة تغير كثيرا. يعني قبل 1400 سنة كان الواقع مختلفا تماما عن عصرنا اليوم، عصر الفضاء والإنترنت والتكنولوجيا الرقمية وغير ذلك، مختلفا تماما. لذلك بعض الأحاديث تبدو غير منطقية اليوم بمقاييسنا نحن، وهذا أمر طبيعي. يعني اليوم إذا كلمت إنسان موجود في دولة أخرى وسمعت صوته، طبيعي هذا الأمر. قبل 100 سنة أو 1000 سنة الشخص الذي يفعل ذلك كان يعتبر معجزة، هذه معجزة تعتبر، أنت حتى تصنع ذلك يجب أن تأتي بمعجزة، يعني أن تكون نبيا. تصورتم الفرق أيها الأحبة؟ إذن أحبتي في الله، دائما أي وسوسة تأتيكم تذكروا أن الله موجود، تذكروا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن أنا لدي آية عظيمة جدا، يعني نحفظها. طبعا الله نزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، الذين في قلوبهم مرض ماذا يفعلون؟ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ما تشابه يعني ما الآيات التي تستطيع أن تؤولها أنت مثل ولكن الله يضل من يشاء، تستطيع أن تقول إن الله يظلم الناس وكذا وكذا، وتبني عليها أشياء متشابهة، تبني عليها الشبهات في رأسك. الآية ليست شبهة فيها، الآية ليس فيها شبهة، الشبهة في دماغك. لذلك هذه الآيات سميت متشابهات. وهناك أحاديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نسميها أحاديث متشابهات، أي تشتبه على الإنسان الذي ليس لديه معلومات أو في قلبه زيغ. طيب ما هو العلاج؟ يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب ما هو العلاج؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أنا مؤمن بكل ما في القرآن، أنا أؤمن بكل السنة النبوية التي درسها العلماء على مدى 1400 سنة واتفقوا على أنها صحيحة. بل هناك الكثير من الأحاديث الضعيفة أيها الأحبة لو تأملت فيها علميا تجدها صحيحة حقيقة. كثير من الأحاديث التي صنفت على أنها ضعيفة إذا درستها من الناحية العلمية، مثل حديث فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ثبت علميا أن البحر يعوم على طبقات ملتهبة، وتحت هذه الطبقات النارية هناك بحر عميق أيضا وغزير جدا. إذن هذا الحديث صنف، بعض العلماء صنفه لأنه ضعيف ولكنه صحيح من الناحية العلمية. فكيف بالأحاديث التي اتفقوا على صحتها؟ لا ينبغي لنا أن نشكك فيها، ماذا سنستفيد؟ أنا لدي القرآن، دعوني أقرأ القرآن أولا وأختم القرآن وأطبق ما في القرآن، ثم ألتفت إلى السنة النبوية والأحاديث الصحيحة أولا، ثم ألتفت إلى هذه الأحاديث التي هي مشتبهات أو تشتبه على البعض. أما أنت تجهل القرآن وتجهل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجهل التفاسير وتجهل كل شيء، تمسك بحديث فقط، يأتي شخص ليشككك بهذا الحديث وتمسك به وتبدأ الوساوس لديك،
إذن العلاج المنطقي: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله، التوكل على الله، أن تسلم أمرك لله، التسليم الكامل. أيها الأحبة، الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.